أستاذة جهام مديح الأمين العام لحملك بأمر الشعب، بنرحب بحضرتك في أخبار اليوم. برحب بيك وبشكر أخبار اليوم اللي دايما مشاركانا في كل حاجة، في جميع أفراحنا، في احتفالاتنا، في تكريماتنا، في كافة كل شيء لمصر كلها. حضرتك عايزين نعرف من وجهة نظرك إيه هو مواصفات رئيس مصر القادم؟ مواصفات رئيس مصر القادم احنا كتبناها بعد 30/6، كانت كلها بتدور حول رجل يقود الدولة، رجل قدر بكلمتين قالهم في أقل من 3 دقايق أن الشعب لم يجد من يحنو عليه، ووجد أن الشعب كله فيما يزيد عن 30-40 مليون واحد نزلوا في الشارع يفوضوا ضد الإرهاب ويطالبوا بأن هو يزيل الإخوان المسلمين من الطريق، واستطاع أن هو يستجيب لإرادة الشعب ويقف ضد كل المحاولات الإرهابية، كذلك وضع رقبته على يديه وقدر ان هو يوصل بينا البر الامان الى حد كبير جدا جدا. احنا دلوقتي في مرحله خطيره جدا، مرحله الدفاع عن الامن القومي لمصر سواء داخليا او خارجيا. داخليا ده طبعا انت شايف مشاهد اللي احنا كل يوم بنشوفها، واعتقد ان احنا حينما نصل للرئاسه ويكون لدينا شخص قوي وحكومه قويه تستطيع ان هي تقف خلف القائد الذي يقود الدولة، كذلك أنا كمان عايزة أقول إن الشعب المصري كله سوف يتكاتف وراء هذا القائد، بعد طبعا ما شاهدنا التكاتف الأول لأول مرة، ثم شاهدنا التكاتف لمرة أخرى ثانية أثناء الاستفتاء على الدستور ونزول الناس بتلك الحشود التي لم يسبق لها مثيل. فأنا برضو دلوقتي براهن إن إحنا كمان هنقف وراء هذا القائد للقضاء على الإرهاب داخليا، وأيضا للقضاء على الإرهاب اللي جاي لنا من الخارج، سواء كان من أمريكا أو من إسرائيل أو من دولة قطر أو من دول أخرى الله أعلم هي مين، ومختفية تحت أي ستار إحنا محناش عارفينه أو كشفينه. كمان إحنا رسمنا صورة الشخص المتدين اللي يعرف ربنا، المثقف اللي يقدر يكلم الشعب وهو عارف كل مشاكله إيه، من أول الصغير، من أول البسيط، من أول العامل. وعايز أقول لك إن أنا في حملة بأمر الشعب، أنا يمكن أنا والمجموعة كلها تعاملنا مع الشعب المصري كما يتعامل الفريق عبد الفتاح السيسي، تعاملنا مع بسطاء الشعب. لو تشوف الصور احنا تعاملنا مع العامل، تعاملنا مع بائع العرقسوس، تعاملنا مع بائع الخضار على الرصيف، ده كان البداية خالص، وكان نفسنا نوصل للمكان. احنا ما تعبناش على فكرة مع الناس، عشان برضو انا حابه اقول كده، احنا ما تعبناش مع الناس خالص، الناس وترحب من الناس جدا جدا، وكله كان يعني بيتكلم بيقول لنا، حتى المسمى اللي احنا قلناه بامر الشعب كل كان حابب قوي قوي كلمه بامر الشعب، وكل قال احنا هننزل في 25 يناير، لما كنا بنقول للناس من اول يوم احنا هننزل في 25 يناير علشان نقول للفريق السيسي او نكلفك بالرئاسه، ومش ماشيين غير لما انت تقول تطلع يوم 25 يناير تقول لنا ان انت هتترشح للرئاسه. ان شاء الله احنا في الشارع 23 و24 بس مش هنعتصم، احنا هننزل في الشارع بمسيرات، لا عبارة عن مسيرات وفي جميع المحافظات، وبعدين بعد كده بإذن الله هننزل يوم 25 بكثافة، وهنبتدي ندق الخيام بإذن الله لحين ان هو يقول ان هو هيترشح للرئاسه. وعايزه اقول لسياده الفريق برضو، الجو برد يا سياده الفريق، يعني فارجوك يعني احنا الشعب اللي بيحبك وانت بتحبنا، فبلاش تسيبنا في البرد كتير يعني. حضرتك سبب وجودك النهارده مع حمله كم الجميل؟ النهارده احنا موجودين مع حمله كم الجميله عشان احنا بنشارك كل الحملات الحركات. النهارده كمان كلنا بنساند بعض، لان كلنا في الاخر بنصب في كيان واحد، هو اولا مصلحه مصر، مصلحه مصر مع القائد. قبل كده كل كان برضو متكاتف في مصلحه مصر، دستور ان احنا الناس تشرح الدستور، سواء كان هو هيقول نعم او لا، بس انت عندك بنود كثيره جدا جدا يجب ان احنا نفهمها الناس ونوعيهم بيها. احنا النهارده موجودين معاهم علشان نقول احنا كلنا مع بعض، جبهه مصر بلدي، حمله كمل جميلك، اي حركات او حملات عايزه ان هي تكون معانا تحت شعار مصر اهلا وسهلا بيهم. احنا مش ضد حد ابدا، بل بالعكس احنا بنمد ايدينا لكل الناس، لان في النهايه احنا بنعمل من اجل مصر، ما بنعملش اساسا علشان مصلحه شخصيه او سلطه او جاه، ولا اي حد فينا في المجموعه كلها طمع لاي شيء.
حضرتك راضي عن مشاركة السيدات في الاستفتاء؟ جدا، وفخورة بكل امرأة نزلت، وفخورة بكل امرأة نزلت ولادها للاستفتاء، وفخورة بشباب مصر اللي هم بيقولوا ان هم ما نزلوش، ولكن انا شايفة ان الشباب فعلا نزل. وبعدين احنا بيتكلموا عن فئة من الشباب يقول لك ما نزلوش، فئة شباب الجامعات كان عندهم امتحانات خلاص، وانت عارف كويس جدا جدا ان شباب الجامعات اللي هو سنه من 19 ل 20 21 سنه هو بقى مشغول وله اهتمامات كتيره، وبالرغم من كده انا شفتهم برضو في اللجان خلاص. ليه ما بنبصش للسن الاكبر 30 سنه ما فوق؟ ده شاب، ودول نزلوا بكثافة، سواء كانت المرأة أو الشاب، الزوج المعيل للأسرة، الابن، كل الناس دي نزلت، وأنا شفتهم بعناية. أنا لفيت على أماكن كتير جدا من الدوائر الانتخابية، وكنت بسأل كل المنسقي الحملات في كل المحافظات، وكلهم كانوا بيأكدوا مشاركة الشباب ومشاركة المرأة. وعايزة برضو كمان أوجه للشباب وللمرأة رسالة عبر الموقع بتاعكم، إن احنا فعلا لازم كلنا نتكاتف، كلنا ننزل يوم 25 يناير نطالب الفريق السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية، كلنا نعمل أقصى مجهود عشان نثبت للعالم كله إن احنا وراء هذا القائد.